مزمور 147. سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد قوي مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويملأك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات، قدام وجهه برده من يقوم، يرسل كلمته فتذيبه، تهب رياحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرائده وأحكامه لإسرائيل، لم يصنع هذا بكل الأمم وأحكامه لم يوضحها لهم. هللويا.